أهلاً أصدقائي، ويا حرارة الشمس القوية نحتاج ألعاب تبردنا شوية، فاليوم راح نكون بألعاب المائية، فخلوكم ويانا. كان يوم مختلف للأحدية لأنه كان عندنا ألعاب مائية، الشباب والبنات كان عندهم العطلة وقاعدين بالبيت وتغير جو، يعني صار عندهم روتين كلش نفسه يومية يتغير، ففكرنا أنه اليوم تكون أكو ألعاب مائية مختلفة. تقسمنا إلى فرق وتعلمنا هواي دروس من خلال الألعاب اللي لعبناها، مثل أنه شلون نتعاون وشلون الفريق ما يقدر يفوز إذا ما كل اللاعبين واحد ساعد الآخ، وكل لاعب حس أنه اللاعب الثاني هو بنفس فريقه ومن هو يفوز هو يفوز وياه. تونسنا هواية وتعاوننا ولعبنا، وياريت إن شاء الله كل موسم ينعاد هالشي لأنه حلو ونتونس هواية بيه ويصير تعاون صير محبة، فياريت إنه دائما صير هاي الألعاب. مثل ما شفتوا يا أصدقائي، ماكو واحد يسلم من البلل، وكو مثل عراقي يقول المبلل ما يخاف من المطر. نرجع لكم للاستوديو، مع السلامة.